خلف الشاشات نقول حياكم الله وبياكم واسعدكم وهناكم وجعل الجنه ماوانا ماواكم. يا سلام. لا شك ان الذكر هو علاج القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ان القلوب لا تصدى كما يصدى الحديد وان جل اهل ذكر. لا اله الا الله. هو غسل القلوب، هو حياه القلوب. هو الواحد اذا صار ضيق صدر يذكر الله عز وجل، يكثر من الذكر تروح عنه، الهم يروح يزول. لذلك الله عز وجل يقول: اذكروني اذكركم. الانسان فاذكروا الله عز وجل يقول: فاذكروني اذكركم. كل ما يكثر من ذكر الله عز وجل يرتفع به الايمان ويزود عنده الايمان ويصير خلاص يعني في سعاده، لو كان في يعني في ضيق وهم الا انه يروح يزول عنه الضيق والهم. لذلك الله عز وجل يقول: وما تقرب الي عبدي حب لما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الانسان لما يتقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه بالنوافل بالاذكار، لان الذكر هو حصن للمسلم. يا سلام. الشيطان ما يقربك. نعم. لو صار تذكر الله عز وجل ما يقربك الشيطان. هذا. نعم. لا من قرأت اذكار الصباح يحفظك الله عز وجل بها حتى المساء، واذا قرأت اذكار المساء يحفظك الله عز وجل بها حتى الصباح، واذا دخلت بيتك بذكر، دخلت بيتك وقلت: اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، ما يدخل معك الشيطان. واليوم انك اكلت وسميت بالله عز وجل ما يدخل معك الشيطان. واليوم انك ركبت الدابه قلت بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى رب المنقلب، وما يركب معك. واليوم انك طلعت من البيت وقلت: اللهم اعوذ بك ان اضل او اظل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل وجهه علي، حفظك الله عز وجل به. ويقول شيطانا لشيطان اخر من الشياطين اللي حول اللي عندك جيران، قال: ما بالك برجل هدي ووقي وكفي. نعم. وتنحى عنها الشيطان. يقرب احد؟ ما حد يقدر. ما دامك الله عز وجل حفظك تقول: اللهم اعوذ بك ان اضل او اظل او ازل او ازل او اظلم او اظلم اجهل وجهه علي. فلذلك كفيت ووقيت محتاجين. نعم. فيقول ملك: كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. خلاص ما عاد يعني الان. ليش الان واحد دائما ضايق صدره، وليش دائما مهموم ودائما حزين ودائما ليش؟ ابتعد عن الله. ها؟ ابتعد عن الله. لانه ما الذكر قليل. ذكر حياه القلوب. الذكر هو حياه القلوب. كل ما الانسان يذكر الله عز وجل كل ما حيا قلبه، كل ما يصير الله عز وجل يذكره. كل ما تكثر يقول شايب ان انا اعرف متى الله يذكرني. قالوا متى؟ قال: لا ذكرت ذكرني. ولا نسيت لساني. الله اكبر. الله يغفر له. الشايب ان كان عندنا تذكر الله كبير في السن وسمعه ضعيف ما يسمع زين ولا يخلي محاضره في المسجد اللي حضرها. حضر المحاضرات وحضر مجالس الذكر وحضر يعني المجالس اللي يذكر الله عز وجل، وعياله كل يوم ودوني المسجد كذا، ودوني محاضره المسجد كذا، وحرص عليها الله يغفر له ويرحمه. وقالوا له عياله: يا ابوي انت رجال كبير في السن وعمرك تعدى الثمانين وسمعك ما تسمع زين، يوم انك دائما تجلس مع في هالمجالس والمحاضرات وانت ما تسمع ما تستفيد عني. قال: يا عيالي الكلب هو له قيمه؟ قالوا: لا والله ما له قيمه. قال: طيب ليش الله اذكره في القران؟ يوم انا اذكره في القران ليش الله اذكره في القران؟ قال: والله ما ادري. قال: لانه جلس مع الصالحين. يا سلام يا سلام. عشان جلس مع الصالحين اذكره في القران. انا خل الله يذكرني لو اني ما امن، لكن الله يذكرني في مجلسي مع الصالحين. واليوم اني قمت في ملك يقول الله يقول: قوم اغفر لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا سلام. الله ما يغفر لي. قال: والله الله. قال: يا عيالي لا تردوني عن خير. يا سلام. ففعلا لا يجلس في مجلس الذكر، مجلس احنا محتاجين للمغفره. والله لو انها بالفلوس، والله تلقى الواحد ياخذ الدين ويتدين عشان يغفر له، ولا لا؟ صح ولا صح؟ صحيح. لانها لكن الله عز وجل ما جعلها بالمال، جعلها بالاعمال. المغفره ما هي بالمال. بالاعمال. شوف الحين الواحد اللي يبغى يشتري السياره، كم عشان يركب سياره كم ياخذ له قيمه؟ كم ياخذ له دينه؟ وكم ياخذ له من البنك عشان يشتري له سياره؟ بينما المغفره اغلى من كل شيء. والاعمال الصالحه هي اللي لك في القبر يا الانسان. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل.
لذلك محتاجين دائما لسان دائما يكون. لذلك وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابه: اجعل لسانك ايش؟ رطب. ها؟ رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تغفل. حتى كان الصحابه اذا راح يقضي الحاجه بعضهم يضع حصاه على بين اسنانه عشان انه كل ما بغى يذكر الله له يحس ان في شيء في فمه ويسكت، ما يبغى يذكر الله من كثر ذكر الله عز وجل، خلاص اصبحوا ما عاد يسكتون. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسأل عائشة عنه، قالت إن رسول الله كان دائم الذكر متواصل الأحزان. ألا بذكر دائم الذكر متواصل الأحزان. الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته دائم الذكر متواصل. ليش دائم الذكر؟ يذكر الله عز وجل كم النعم الله عز وجل أعطانا، متواصل الأحزان على أمته، يقول كيف تبلثت من نفسي إلى النار. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا دائما كثر الذكر عز وجل، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة لآيات لكوم يعقلون. الآن اللي كل هذا الكون اللي أمامنا كله يعطينا إن فيه إله عظيم سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. الله أكبر. الآن أنت ما تذكر إنسان عادي ولا تذكر بشر، تذكر ملك الملوك رب البشر سبحانه العظيم. تخيل الآن أنك دائما تمدح الملك سلمان الله يحفظه وينفع بالإسلام والمسلمين. تخيل تمدحه وجو وقالوا له: والله فلان يمدحك، فلان يثني عليك، وقال هاتوا نقربه، تفرح ولا ما تفرح؟ نعم تفرح. كيف إذا تمدح ملك الملوك سبحانه جل. والله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى سبحانه جل. نعم كيف تمدح؟ يقول لي الله يغفر له صديق لي كان في على وزارة البرق والبرد هاتف قبل، اي نعم الله يغفر له، كان في المرتبة 14 وكل وزارة، فيقول أرسلوا خطاب للملك الله يغفر له عشان بنحضر اجتماع في استراليا عالمي، تكلم عن الاتصالات وما الاتصالات ولا شديد مؤتمر، اي مؤتمر. فيقول لما جاء حنا اثنين، هذا الله يغفر له قال له عمر عبد القادر دبه، عبد القادر دبه من اهل جده. طبعا الدبه طبعا هو كان اهل الغربيه يسمون اللي يبيع، يعني بعض الاحيان ينسبون الاسم للشغل اللي يشتغلها، القرع مثل قهوجي، مثل هذا الدب، مثل واحد يقول الثاني اسمه فلان كوسه. يقول كلنا اثنين عند الملك، يقول جاء الملك يقول تعجب من اسمانه وقاعد يضحك وابتسم، ويقول يوم علمنا الوزير يقول فرحنا فرح شديد انه يعني عرف اسمان الملك. يا سلام. قال كيف اذا يعرفك ملك الملوك؟ يا سلام. كيف اذا يذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى؟ كيف اذا الله عز وجل الانسان يعني اذا الله عز وجل ذكر هذا الانسان المسكين الضعيف ما عنده، فاذا ذكرت الله عز وجل اذا حبك الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل. كل ما الانسان يعمل، طبعا الانسان الأركان الدين أو مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان وإيش والإحسان. فهي ما يصل إلى الدرجة الثالثة الإحسان إلا بعد ما يتخطى هالمراتب، يجتهد على أركان الإسلام بزيادة الأعمال فيجي عنده الإيمان، لأن أركان الإسلام أعمال خارجية وأركان الإيمان أعمال داخلية. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. و الإحسان هذه خلاص على ما قالوا درجة التب، فحتى يصل هذا لابد أن يجتهد الأعمال الصالحة، يجتهد ذكر الله سبحانه وتعالى، يجتهد بالصلوات، يجتهد. فإذا وصلها وحب الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل: يا جبريل نحب فلان فيحبه، فيحبه جبريل، وجبريل ينادي في الملائكة الملائكة: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيش فيحبوه فيحبون أهل السماء، فبعد ذلك إيش يجعل له القبول في الأرض. فتلقى بعض الناس يمشي منك أنت تحبه وأنت ما تعرفه. يا سلام. لأن الله عز وجل جعل له القبول، وبعضهم إذا شفتها بغضته. لذلك عكسها إذا الله أبغض أحد يقول يا جبريل نبغض فلان فأبغض وأعوذ بالله من ذلك. ف
فيبغضه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغضوه، فيبغضها أهل السماء فيجعلها البغض في الأرض. لذلك لابد أن نكون نجتهد بالأعمال الصالحة. الله ذكر الصحابة ما عندهم وقت، تدحم الله عز وجل يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا شافوا هذا الخلق العظيم يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاكنا عذاب النار. الذي رفع السماء بلا عمد، الآن الغرفة تستطيع تقف بلا أربع بدون أربع بدون أربعة عمدان؟ لا ما تستطيع. لكن السماء بلا عمد والأرض بسطها، هذه تخيل الإنسان. يا سلام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذا كذلك في أنفسنا أشياء يعني تتعجب منها. الكلية الآن يقول دكتور الله يذكره بالخير دكتور عبد الصنيع، يقول الكلية الوحدة تقريبا قال لي يمكن فيها 3000 خلية تنقية. لا إله إلا تقريبا الله. فيها لا يقول إذا بغينا نصلح 3000 خلية تنقية يقول نحتاج كبر الرياض من الأجهزة عشان نصلح كلية وحدة، وهي هذه كبر الكلية. لا اله الا يعني هذه وشغال 24 ساعه ما تدري. يقول هذاك يحتاج صيانه، الاجهزه تحتاج صيانه. نعم. تحتاج ويعطونك عمر افتراضي لاي اله موجوده في الكون، العمر افتراضي لها 5 سنوات، بعد 5 سنوات خلاص يقول لك لازم تحتاج صيانه ولا تغير. يا سلام. انت الان الانسان كم جلست في الحياه؟ يجي الشايب عمره 80 سنه ما احتاجت كلت له صيانه. يا سلام. القلب 24 ساعه شغال عنده يضخ، احتاج صيانة يوم؟ قال لك والله يحتاج قط غيار. ها؟ يا سلام. أنا ما عدك كلهم تطحن ونحط فيها مثل الخلاط، نحط فيها من هالأطعمة تطحن ما جاها وتطحن ما جاها وأحياناً يصير عسر هضم بسبب الأكل اللي يجي وراء بعضه. والحمد لله ماشيت الأمور ومصانع فيها البطن وما تصرف على الأمعاء ولا معاه تصرف على الأمعاء الغليظة، وفيها سبحان الله العظيم من هالأجهزة اللي ما تخيلها، وهذه عصارة المرارة وهذه عصارة البنكرياس وهذه عصارة ويلا وكلها بتوقيت دقيق. المرار احنا اللي ذبحنا الذبيحه ذا الحين هذا خطا اللي ذبحت الذبيحه وضخت المرار على اللحم، وش يصير فيه؟ خرب. صحيح. صح ولا لا؟ نعم. لان حمض. ايه. الله عز وجل يجعل يعني بحكمه الله سبحانه وتعالى تنزل نطفه على في المعده، اللحم اللي ما هضمتها الاسنان يهضمها العصاره ذي، ولكن ما تاثر جدران المعدة ما تأثرت، حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن يتفكر الإنسان في نفسه، طيب اللي هداك هذا الهدايا وعطاك هذه العطايا ومنحك النعم ظاهر وباطنة، ما يستاهل العبادة ويستاهل الذكر ويستاهل يستاهل ولا ما يستاهل؟ الشكر. نعم. يستاهل الشكر ويستاهل الذكر ويستاهل، ولا طلب منا شيء يعني أكثر من طاقتنا. الله عز وجل عذرنا يوم جو الصحابة، الله عز وجل انزل على الرسول سلم ان في اخر ايه من سوره البقره: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بعدها يقول امر يوم جاهم فنزلت الايه فذكر الله عز وجل بعد امر رسول ما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا. جو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله نزلت آية ما عاد نطيقها. اي نعم. ما نطيق الآية هذه. جو يحبون عركة وما عاد قدروا من خوفهم. من الله. دام الله عز وجل يحاسب في كل صغيرة وكبيرة ما عاد نتحمل. قال: يا رسول الله أحيانا تحدثنا أنفسنا بشيء من نغزات الشيطان، يقول أحيانا الواحد يعني يتدخل في خلق الله في أمور نذنب فيها. فقال: بس قولوا سمعنا وأطعنا، لا تقولوا كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. بعدين الله عز وجل خفف عنهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت من نصنع على القول الكذب. سبحان. فلذلك الله عز وجل خفف ما يحمل الإنسان فوق طاقته. الله عز وجل أول ما أمر بالصلاة أمر 50 صلاة. نعم. بعدها خفف على الأمة حتى صارت 5 صلوات بأجر كم؟ 50. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. سبحان. لذلك نجتهد حتى والإنسان في عمله يقدر يذكر الله عز وجل. الذكر ما هو بس مربوطة في المسجد. نعم. ولهم تقدر أنت في السوق تذكر الله عز وجل.
تذكر الله. نعم يقال في الأثر اذكر الله حتى يقال أنك مجنون. اذكر الله حتى يقال أنك مجنون، يعني أنت جالس الحين وسط المجلس تقول سبحان الله لا إله إلا الله. تذكرون الشيبان قبل بعضهم في المجالس يسبح ويهلل، شايف؟ لكن ناخذ الخذل قدام وسوس. نعم يقول ان شاء الله ان شاء الله ما هم مجنون.